ثم تونسي ولا في العصر هذا يعدل ما بين الزوجتين لا سبيل إليه. مش ناقصين يرحم بوك بأي شيء إن مش يسموه شيخ، هوش حافظ الستين حزب، حاشا الدين منهم وبعيدا عنهم ما بعد تسمع الوطا. الشيخ عادل العلمي يقول في تصريح ليه مانيش حافظ 60 حزب اما هذا الدين اش قال، ويقول كونه لازم المرأة التونسية تختار زوجة ثانية الرجلها وانا مع بنتي تكون زوجة ثانية. شو رايك في التصريح هذا؟ هذا كلامه هو فهمتني، وبأي شيء ان مش يسموه شيخ وما هوش حافظ 60 حزب، لذا الكلام هذا رجع عليه، واحنا نتقيد بقانون الوضعي اللي تسنوا القانون لنا كتونسيين، لذا يلزمنا نحترم المرأة لأن المرأة أصبحت فهمني كالرجل في المساواة، تساوت مع الرجل ولها حقوق وواجبات أيضا، لذا هي المرأة حقوقها وواجباتها مكفولة في القانون التونسي، فكلامه هذا رجع عليه. موضوع تعدد الأزواج أو تعدد الزوجات اليوم قاعد يكرر في ذاته، كل مرة نسمع عبد يعمل تصريح، هل أنه اليوم فما عبيد قاعدة تسير نحو تعديل قانون منع تعدد الزوجات إلى خلينا نقوله السماح بتعدد الأزواج؟ هم لغاية لنفسهم، لغاية نفسهم يريدون أن تتعدد الزوجات هما لصالحهم هما، مي احنا نحترم مجلة الحقوق اللي جات للمرأة واللي كفلت حقوق المرأة كاملة واللي جابها الزعيم بورقيبة فهمتني الأحوال الشخصية رحمه الله. يقول قال علاش خذينا اليوم من الدين كان تعدد الزوجات، علاش مش حاجات اخرى كما السلام كما التأخي كما التسامح كما العطاء كما حاجات اخرى، علاش خذينا كان الحاجات هذوما؟ الشيء من ما تاه لا يستغرب، هذوما ناس فهمتني تدعي بالدين وهي ما تعرف حتى شيء، من يدعي في العلم فلسفة حفظ منها شيء وغابت عنه أشياء، وهذه تنطبق عليهم تماما وكمالا، هما خذاوا من الدين الأشياء اللي يحبوها هما، ونسوا الأشياء السميحة والأشياء الباهية في ديننا الإسلامي والسمحة ومن حقنا أن نسير عليها، ثم اللي ركبوا على الدين وجولوا في السياسة، وثم ركبوا على الدين لغاية في نفسهم في غاية لنفسهم، لذا حاشا الدين منهم وبعيدا عنهم ما بعد تسمع الوطا. أنت شخصيا مع أو ضد تعدد الزوجات؟ أنا نحترم مع القانون الوضعي اللي فهمتني يحرم تعدد الزوجات حتى يستقيم المجتمع. زوجة واحدة يجعلكش تنجمها، مش تعمل زوجة ثانية بأي حق؟ هل تستطيع أن تعدل؟ ثم تونسي ولا في العصر هذا يعدل ما بين الزوجتين؟ لا سبيل إليه. لذا من فضلكم خلنا نحترم المرأة اللي هي أختنا واللي هي مرتنا واللي هي عمتنا واللي هي أمنا فهمتني، حتى يستقيم المجتمع ويكون مجتمع سليم ونزيه وباهي. قول أنت مانيش ناقصي. مانيش ناقصين يرحم بوك. مانيش ناقصين. أعطوا المرأة حقها، ما تظلموش المرأة فهمتني. إذا ثم أشياء ولا حاجة في تسيء المرأة أو كذا نحوها فهمتني. يعطيك الصحة بابا مشكور.